بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع بتاع الـ Imaging of the Peritoneum and the Mesentery. ويمكن الحقيقة من زمان كان نفسي إن أنا أعمل محاضرة زي ديت كده، على أساس إن في كتير جدا من الليجنز اللي هي موجودة في الميزنتري والبريتونيوم، ويعني محدش بيديلها اعتبار جامد قوي في الايميجينج، وفي نفس الوقت هي مهمة وليها كلينيكال سيجنيفيكت. المواضيع صعبة ومن المواضيع برضو، يعني برغم ان الابدومن كله ما فيهوش حاجة يعني غلسة أو كده، لكن هذه المنطقة بالذات هتحس كده إن هي ما هياش لطيفة قوي. نعم، هي الأناتومي والباثولوجي هما الاثنين يعني، فأنا هحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمشي في الموضوع دوت ببساطة، وفي نفس الوقت نأوميت معظم الحاجات اللي هي ملهاش إمباكت على التشخيص. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا مفيش فحص مخصوص علشان نعمل بيه الميزنتري والبريتونيوم، ولكن الحاجات اللي هي البريتونيوم ليجنز والميزنتريك باثولوجي بيبقى examined عادي during the examination of the abdomen. ولكن في بعض الأحيان لو الكلينيكال أو الانترست بتاع الكلينيشن منصب على حاجة فيها ميزنتري أو بريتونيوم، فإحنا بنظبط الفحص بتاع الاكزامينيشن بطريقة معينة. التظبيط سهل جدا، بالذات لو كان عندنا مالتي ديتكتور سي تي. طبعا الابدومن العادي بيتحين صبغه وبتعمل من غير صبغه وبالصبغه والكلام ده كله، لكن في الوقت دوت بنبقى عاوزين الابدومن يتعمل كل 3 مللي علشان خاطر الريكونستراكشن. الريكونستراكشن مهم جدا جدا في تشخيص البريتونيوم وكذلك الميزنتري، وما بيهمناش خالص ال 3D images، ولكن يهمنا ال 2D images especially the coronal images. فالحاجات ديت من الحاجات المهمة جدا. يعني if you look to this image اللي هي معمولة بكورونال ريكونستراكشن، يعني you can see هنا هو the mesenteric root اللي هو في the superior mesenteric artery and the superior mesenteric vein، وحواليهم طبعا الميزنتريك فات وبعض الانتستينال لوبس. كلنا عارفين ان البريتونيوم الميزنتري دي جزء من البريتونيوم. البريتونيوم زي البلورا بالظبط، في برايتال بريتونيوم وهو ده اللي بيبطن الجدار الداخلي للبطن، وفي فيسرال بريتونيوم ودوت اللي بيغطي كل الانترا بريتونيال اورجنز، يعني الطبقه الثانيه من البريتونيوم بتخرج عشان تغطي الليفر او تغطي وات 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 وهكذا، وبعدين ترجع للاصل بتاعها. ده بيخلي ان في ريفلكشنز جوه البريتونيوم اللي هي جاي من البرايتال ورايح على الليفر وراجع تاني، والريفلكشنز ديت ليها مسميات، فعلى حسب كل واحد منهم ليه اسم معين. في حاجات مهمه وفي حاجات ملهاش اهميه جامده. فزي ما انا كاتب هنا ان البرايتال بريتونيوم هو اللي بيغطي البودي من جوه، وان الفيسرال بريتونيوم هو اللي بيغطي الفيسرا، وعلى هذا المنطلق بيكون في حاجات organs intrabritoneal وorgans التانية بره البريتونيوم اسمها retrobritoneum. ولازم كلنا نبقى عارفين ان البريتونيوم بطبيعته ما هوش متشاف في السيتي طالما هو normal، زي تقريبا البلورا ما بتتشافش خالص في السيتي طالما هي normal، لكن once ان هي حصل فيها inflammation او neoplasm او thickening او كل دوت بيخلينا ان احنا نشوف. الرسمة ديت بتوري لنا ان في intrabritoneal organs وان في retrobritoneal organs. لو احنا شايفين كده هتلاقي ان البريتونيال spaces هي اللي معمولة باللون الموف دوت كده،
وهتلاقي ان في folds of the peritoneum بتلف حوالين الاورجنز، and this is مثلا الاستومك، وبعدين نازل من الاستومك ان هو الجريتر اومنتوم، وبعدين ده الترانسفيرس كولون، وبعدين ده الروت اوف ذا ميزنتري، وفي الانتستاينال لوبس. فكل الحاجات الموف دهيت تعتبر انسايد ذا بريتونيال كافيتي، كل الحاجات اللي بره البريتونيوم ورا ان هو تعتبر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تعتبر ريترو بريتونيال. وكل الحاجات اللي هي ما بين البريتونيال ريفليكشنز وبعضها اللي هي الصفرة ديت بيسموها سب بريتونيال سبيس. السب بريتونيال سبيس ما هوش مهم قوي، لكن انا هممني ده ريترو بريتونيوم وده انترا بريتونيال اورجنز. عايزين نعرف ان الفولدز بتاعت البريتونيوم اللي طالعه من الاستومك، اللي طالعه من الاستومك اسمها الاومنتوم. ففي ليسر اومنتوم طالع من الاستومك ناحيه الليفر، وفي جريتر اومنتوم طالع من الاستومك نازل بوستيريور تو ذا ابدومينال وول. وهنشرح طبعا بالتفصيل الممل ايه هو الاومنتوم وايه هي الباثولوجي اللي بيطلع منه. الانترا بريتونيال اورجنز كل حاجه ما عدا حاجتين معروفين اللي هما البنكرياس والكدني وجزء من الكولون. معظم الكولون تقريبا ريترو بريتونيوم، يعني الاسن السيكم والاسندنج كولون والديسندنج كولون، كل دولت ار ريترو بريتونيال ستراكشرز. ما فهمش بس الا الترانسفيرس كولون، لان هو ليه الريفليكشن بتاعته لوحدها اللي هي اسمها الترانسفيرس ميزو كولون، اللي هي الفولد اللي انا بشاور عليها دلوقتي اللي طالعه من هنا دي ومغطيه الترانسفيرس كولون. الرسمة ديت زي ما انا قلت لحضراتكم كده ان البريتونيال كافيتي هو اللي بالموف، والسب بريتونيال سبيسز هي اللي باليلو، والحاجات البيضة ديت هي ده ريترو بريتونيال سبيس. والصورة ديت الحقيقة من الصور اللطيفة اللي انا لقيتها موجودة في كتاب، وهي هي مش فارقة خالص عن دي، لكن ديت اكثر تفصيلا. هنا هو انت شايف الليفر is totally covered by peritoneum ما عدا حتة صغيرة منه اللي هي the contact of the liver and the diaphragm، وديت اسمها the bare area of the liver. بعد كده هتلاقي الاستومك موجودة في الحتة ديت، وزي ما اتفقنا طالع منها peritoneal fold to the liver اسمها the lesser omentum، وبعدين طالع منها فولد تانية، والفولد دي بتنزل posterior to the anterior abdominal wall، وبعدين تلف على نفسها. يعني ديت أربعة layers ورا بعض، الجريتر اومنتم أربعة layers ورا بعض، وبيطلع لحد ترانسفيرس ميزو كولون، بيمسك هنا اهوت ويبقى fixed to the retroperitoneal space. بعد كده this is the root of the mesentery اللي هو اللي فيه ال small bowel وال vascular supply بتاعها، والباقي اللي هنا كله اللي هو the retroperitoneum. And this is the appearance of the omentum. ادي ال lesser omentum اللي هو طالع من ال lesser curve of the stomach towards the liver. And the greater omentum اللي هو بيسموه بالعربي منديل البطن. مش كده عندكم اسمه منديل البطن؟ ايه؟ اسمه اسبرادير. طيب رداء، ممتاز. رداء البطن اللي هو زي ما احنا اتفقنا عبارة عن 4 layers، 2 نازلين و2 طالعين، وهو is immediately posterior to the anterior abdominal wall. الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان البريتونيوم البرايتال هو اللي مغطي المبطن البطن من جوه، والفيسرال هو اللي مغطي المغطي الاورجنز. الميزنتري اللي هي بتشار اليها الفولد بتاعت البريتونيوم اللي فيها السمول باول الفاسكولار سبلاي والسمول باول، ذس از ذا ميزنتري. الاومنتوم هو اي بريتونيال فولد ليه علاقه بالاستومك، وهم اتنين بس اللي هو الليسر اومنتوم والجريتر اومنتوم. البريتونيال كافيتي بيتقسم الى تو كافيتيز، واحد صغير قوي واحد كبير قوي. الصغير قوي اسمه ذا ليسر ساك، والكبير قوي هو بقيه ذا جريتر ساك اللي هو فيه بقيه الحاجات الموجوده جوه البطن. احنا الحقيقه في صور كتيره في الكتب جايبه بالطول وحقنا جوه البريتونيال كافيتي صبغه عشان تقدر تشوف كل الحاجات دي.
احنا ما بنستخدمهاش during the clinical practice. عشان كده انا حاولت هنا ان معظم الاناتوميك ديتيلز تكون على الترانسفيرس سيكشنز بتاعه الابدومين اللي احنا كل يوم بنشوفها. لكن احنا مش هيحصل ان انا هجيب عيان واحقن في بطنه جردلين صبغه مخففه علشان اوتلاين البريتونيال كافيتي واشوف الفولدز بتاعته، مش هيحصل هذا كده. فأين يقع الليسر ساك؟ ببساطة شديدة الليسر ساك هو المكان في الأكزيال اللي ما بين الاستومك وما بين البنكرياس. And this is the site of the liser sac. الليسر ساك حتة صغيرة جدا usually is collapsed طالما ما فيهاش fluids ولا masses. وهذا الليسر ساك is connected to the greater sac عن طريق الفوريمن المشهور جدا اللي هو اسمه the foramen of Winslow. ولو انت عاوز تعرف اين يقع الفوريمن اوف وينسلو في الصور بتاعتك، جاست انك انت تشوف المكان اللي فيه البورتال فين، المكان اللي فيه البورتال فين، وطبعا الليباتيك ارتري والكومن بايل داكت، هذا المكان بوستيريرلي ايميديتلي يقع هذا الفوريمن اوف وينسلو if you are interested انك انت تشوف. لكن ما هوش بالقطع بيتشاف في معظم الاحيان. دي الصور او صوره من ضمن الصور اللي الناس كانت عاملاها في الكتب، ان هم حقنين صبغه، كل اللي احنا شايفينه ده عباره عن صبغه محقونه in the peritoneal cavity، والهدف منها انك انت to delineate the organs وتعرف فين ال spaces وفين ال sacs وفين الكلام ده كله. And then where is the lesser sac? This is the lesser sac which is posterior to the stomach، وهو وراه على طول البنكرياس. And this is the spleen وده الليفر، والاسهم دهيت بتشاور على ان في حته بير اريا في السبلين وفي حتة تانية بير اريا في الليفر، وهم دولت اللي ان كونتاكت مع الديافرام ودولت ما لهمش بريتونيال كافر. وديت الحدود بتاعت الليسر ساك من ناحية الاناتومي، ان هو قدامه الاستومك والليسر اومنتوم، وراه البنكرياس، فوقيه الليفر والديافرام، تحتيه الترانسفيرس كولون والميزو كولون والجريتر اومنتوم، وعلى الشمال السبلين، وعلى اليمين ده ايبي بلوك فوريمن او ده فوريمن اوف وينسلو اللي هو بيخرج على الجريتر ساك. ومن المعلومات المعروفه عن هذا السبيس ان هو از يوجوالي كولابسد، يعني ما فيهوش اي حاجه خالص، unless it is occupied by اي حاجه، هيماتوما، فلويد، تيومر، اي حاجه من هذه الحاجات. طبعا انتوا عارفين اشهر حاجه على الاطلاق بتخلي الليسر ساك يحصل فيه مشاكل هو البنكرياس. البنكرياس وراه على طول، واول ما يحصل بنكرياتايتس او 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 يروح الليسر ساك على طول معبي مشاكل. وانا حاولت قبل ما ادخل في الموضوع داخله جامده اوري لكم بس اكزامبلز لبعض المشاكل اللي ممكن تطلع في الليسر ساك، لان ناس كتيره لما تيجي تجيب سيره الليسر ساك في التقارير، لو انت هو بيبقى كاتب كده، لو انت قلت له وريني الليسر ساك ما يعرفش، ودي بتبقى مشكله ان هما بيشبه على حاجه معينه ويقول ده كذا كذا كذا، تيجي تقول له وريني كذا فده عيانه عندها 7 سنين طفله، سمعتوا طبعا انتوا كان في مقطم وصخره وقعت على بعض الناس وناس كتيره ماتت وكده، وده الحقيقه كان احد الاسباب ان في كميه ضخمه جدا من الاطفال ريفيرد لمستشفى القصر العيني بابدومينال انجريز عجيبه الشكل كتيره جدا. واحنا في فتره من الفترات ما كناش بنشوف خالص هيباتيك انجريز، لان معظم الناس دولت بيدخلوا ايميديتلي على الجراحه، وما كانش في سي تي سكان سريع علشان يقدر يسعف الناس وكده. لكن في الوقت ده كان في المالتي ديتكتور سي تي، فالعيانة ديت عندها لاسيريشن ان ذا ليفر زي ما احنا شايفين كده، اند هيماتوما ان ذا ليسر ساك. وطبعا كلكم عارفين وهنقول دلوقتي ان الهيماتوما في الاول اول يومين ثلاثه بتبقى بيضه، وبعد كده بتسود زيها زي الاسايتس وزي بقيه الحاجات التانيه. واللي بيخلينا نعرف ان ده هيماتوما هو ذا هيستوري اوف تروما اند ذا بريزنس اوف انجري تو ذا اورجنز. من ضمن الحاجات اللي بتخلي فيه فلويدز في الليسر ساك العمليات بتاعه الاستومك والهيباتوبيليري، البنكرياتايتس طبعا من الحاجات المشهوره جدا، قليل الكوليسيستايتس، لكن جاستريك بيرفوريشن مهم جدا، يعني بيرفوريتد جاستريك ألسر او ديودينال ألسر او كده ممكن يخلي الحته دي تعبير. ده اكزامبل لبنكرياتايتس،
ولما اتكلمنا احنا عن البنكرياس جبنا سيرة الكلام ده، وبكرة ان شاء الله هنتكلم على الاكيوت ابدومين وهنجيب سيرة البنكرياتايتس مرة تانية. And you know what you see that this is the pancreatic tissue. كل البنكرياتيك فات بلينز ار اوبليتريتد، في كمية ضخمة جدا من الفلويدز حوالين البنكرياس also in the lesser sac. And this is an example of a patient عنده 40 سنة وعنده blunt abdominal trauma. وزي ما احنا شايفين في soft tissue mass كبيرة جدا هنا anterior to the pancreas and posterior to the stomach, classic location of the lesser sac. And this is a very big hematoma in the lesser sac. ده بيخلينا يعني جرينا بقى الى ايه هي الحاجات او الباثولوجيز المختلفه اللي احنا ممكن نلاقيها في البريتونيال كافيتي وفي الميزنتري. فهنتكلم الاول على الحاجات اللي ممكن تاكيوموليت ان ذا بريتونيال كافيتي انكلودنج ذا فلويدز والهيماتوماز والهواء والباص، الحاجات دي كلها، وبعدين نبتدي نمشي على السبيسيفيك ليجنز اللي ممكن تبقى موجوده. فالاسايتس اشهر حاجه على الاطلاق، ممكن تبقى بتتشاف ان ذا كلينيكال براكتس في البريتونيال كافيتي. وزي ما انتم عارفين ان الاسايتس لو كان معقول شويه بيتشخص كلينيكالي، مش محتاج اي اشعات ولا حاجه. وكان في كلام هنا هوت ان ازاي تشخص الاسايتس باي بلين اكس راي، انا شطبته لان ما عادش حد محتاج الكلام دوت ان هو يشوف الانتستين دخلت لجوه والستريم فات ساين اتمسحت والمش عارف البطن بتلق والكلام ده كله. لكن يعني فاحنا مش اي واحد هيحط البروب بتاع الالترا ساوند هيطلع الفلويد على طول او هيعمل سي تي يطلع الفلويد. المهم ايه هي اسباب الاسايتس بالالاف الحاجات، لكن زي ما واضح كده بحاول ان كل الحاجات اللي هي مهمه قوي تبقى بلون مختلف. فال the most common حاجه بتعمل اسايتس هو الليفر ديزيز especially the cirrhosis. زي ما احنا شايفين في الحاله ديت كده في ليفر cirrhosis، وكل اللي احنا شايفينه دوت عباره عن dilated esophageal varices حوالين اللور بارت اوف ذا اسوفجس والاورطه في نصهم. And this is an extreme form of portal hypertension. لكن طبعا ال congestive heart failure وال renal failure وال metastasis وال peritonitis كل الحاجات ده هي من الأسباب اللي تؤدي إلى وجود peritoneal fluid. في بعض الأحيان بتشخص ال ascites لكن سببه ما بيكونش واضح. الليفر كويس والمش عارف ايه كله كويس بس مش عارفين ايه هو ده، ممكن تاخد سامبل من الاسايتس علشان توصل الى الاسباب بتاعته. اوطى حته في البريتونيال كافيتي والعيان نايم على ظهره هي المورسنز باوتش اللي هو ذا هيباتورينال باوتش او ذا سبيس ان بتوين ذا ليفر اند ذا كيدني. وده لو كان في شويه اسايتس صغيرين هو ده المكان غالبا اللي هيتجمع فيه الفلويدز. And you remember this case of hematoma in the lesser sac. لو العيان نايم يبقى الفلويد هيبقى in the Morrison pouch. لو العيان واقف هيبقى الفلويد طبعا في البلفس في الدوجلاس باوتش وخلافه. الدنسيتي بتاعت الاسايتس بتختلف على حسب النيتشر بتاعته، لكن في الغالب الميجرمنتس بتاعت الدنسيتي از unreliable. يعني مش لو طلعت مثلا 35 مش هيقول لي ده صديد ولا دم ولا حاجه زي كده. ف لكن هم ثيوريتيكال سبيكينج يعني السيروس فلويد اللي هو الميه العاديه هتطلع من 0 ل 15 تقريبا. الاكسوديت اللي هو بتاع الانفكشن يعني هيطلع اعلى من كده شويه، والبلاد هيطلع اعلى من كده يطلع حوالي 50 او 60 هاونس فيلد يونت. من الحاجات المهمة جدا في يمكن في الامتحانات ان هم يجيبوا لواحد صورة زي ديت كده فيها اسايتس وفيها بلورال افيوجن وهما الاثنين ار سيبريتد باي ذا دايفرام، ويقولوا له فين الاسايتس وفين الافيوجن. من الحاجات المعروفة اسهل طريقة على الاطلاق هي ان الـ A anterior يبقى اسايتس والـ B بلورا posterior يبقى بلورال افيوجن. يعني اي حاجه anterior to the diaphragm يبقى جوه البطن يبقى ده الاسايتس، اي حاجه posterior to the diaphragm يبقى دوت بلورا ويبقى ده بلورال افيوجن.
في حتة اللي هي the contact of the liver مع ال diaphragm and this is the bare area، ما بيجيش فيها طبعا ولا ascites ولا pleural effusion. نعم نعم مش سامع. لما تكون البلورا، البلورا والديافرام مالهم؟ هنا قصدك؟ لا بص انا ادي مثال اهو، في هنا ميه وفي هنا ميه ودوت الديافرام، كويس؟ احنا we don't usually see the pleura ولا البريتونيوم، كويس؟ لكن لو هو ناحيه واحده سيبنا من الناحيتين. مالها كرورة. اوكي طيب ماشي، ان دي تبقى كده ماشي، يعني الكرورة اهي this is the cross of the diaphragm لازقة في الفيرتبرال بودي، مش انت قصدك كده؟ اول ما تبعد عن الفيرتبرال بودي تبقى effusion صح؟ طيب كويس. لو هو الفلويد على ناحية واحدة يبقى نشوف الفلويد دوت قدام ولا ورا، لو كان ورا يبقى effusion، لو كان قدام يبقى ascites. لو هو الفلويد على ناحيتين زي في العيان دوت كده عنده effusion واسايتس في نفس الوقت، نان انا عندي الدايفراجماتيك كلورا سيبريت من السباين، يبقى ايه؟ يبقى ده بس ده effusion، ويبقى التاني دوت ايه؟ اسايتس. يعني مش هنختلف قوي. المهم and this is an example of hemoperitoneum blood in the peritoneal cavity، وده لو احنا بصينا هنا بالذات على الحته ديت هتلاقي ان الجزء ده is more dense عن الحته اللي فوق. وطبعا ترسيب البلاد علشان العيان نايم على ظهره بيبقى اسمه هيماتوكريت افكت، والبلاد جوه البريتونيوم ليه اسباب كتيره جدا، من اشهرها التروما او الجراحه، وفي بعض الاحيان بيبقى سبونتينيوس، يعني مش معروف السبب بتاعه. وزي ما احنا اتفقنا ان لما البلاد بيفوت عليه وقت بيبتدي يسود ويبقى ما تقدرش تفرقه ما بينه وما بين الاسايتس، الا اذا شفت في الديبندنت ارياز ان في ده هيماتوكريت افكت. والعيان ده وقت الحقيقه مش واضح فيه الهيماتوكريت افكت قوي، لكن ده واضح فيه جدا انك انت يو سي ذا بريتونيال كافيتي از ماركتلي ديستندد باي فلويد، وجوه الفلويد في حاجات هايبر دنس، وتحت خالص في زي فلويد ليفل كده اللي احنا شايفينه هنا which indicates ان في هو اللي اسمه الهيماتوكريت افكت. الهواء جوه البريتونيال كافيتي احسن حاجه فور ديتكشن اوف اير انسايد ذا بريتونيوم هو الشست بي اي، ان انت بس بشرط يكون العين واقف then you see air under the diaphragm، ده احلى واحد فيهم. لكن في بعض الناس بيعملوا ده lateral decubitus بحيث ان هو يشوف اير ان بتوين ذا ليفر اند ذا diaphragm. الهواء جوه البريتونيوم حاجات كتيره جدا بتعمله، اشهر حاجه على الاطلاق هو العمليات الجراحيه والمناظير طبعا عشان بيحقنوا فيها هواء وكده. فالبوست اوبراتيف هواء بيروح في خلال من 3 ل 7 ايام، اي هواء تاني ملوش علاقه بالعمليات يعتبر سيرجيكال ايمرجنسي. يعني لو واحد اكتشف فيه من غير ولا عمليه ولا منظار ان في هواء اندر ذا دايفرام لازم يتفتح عشان نشوف ايه اللي طلع الهواء ده هو اندر ذا دايفرام. من اشهر الحاجات اللي بتعمل الهواء هو البرفوريشن، وغالبا بيكون يا اما ديدينال يا اما جاستريك السر، لكن ما فيش مانع ان التروما او الجراحه زي ما قلنا والحاجات دي كلها تطلع هواء. في السي تي عشان تشوف الهواء لازم تعمل اللي هو اللونج ويندو ده، فتلاقي ان this is the bowel والهواء ده جوه الباول، لكن الهواء اللي عايم تحت ال anterior abdominal wall هو ده the free air. بعض الناس بتقول انك انت you can suspect the free air في الفيلم بتاع الابدومين بحاجه اسمها the regular sign، انك انت بتشوف ال wall of the bowel نتيجه ان هي جواها هواء وبراها هواء، والهواء ده هو لو انت وقفت العيان هيطلع بقى تحت الدايفرام وكده. لكن الحكايه ابسط من هذا بكثير، لو انت لقيت الساين ديت مفيش مانع انك انت تريفير. احد الحاجات، عليكم السلام، المشهوره جدا وخطر جدا اللي هي
the perforation of jejunal diverticulum. الديودينال دايفرتيكولم في الغالب مش بيفرفوريت قوي زي الجيجينال دايفرتيكولم، وده اكزامبل لكذا دايفرتيكولم لكن هما مش بيرفوريتد. في واحد هنا وفي واحد هنا وفي واحد هنا وفي واحد هنا وفي واحد كبير جدا هنا، لكن الليترشر بتقول ان الجيجينال دايفرتيكولي ديت ار يوجوالي اكوايرد، وان هي بتتشاف في سن كبير، وان البرفوريشن ده ممكن يعمل مورتاليتي لحد 40%، يعني مجرد انه ينفجر هذا الجيجينال دايفرتيكولم ممكن يعمل هذه المورتاليتي ريت. وان احد علامات البرفوريشن ده انك انت تلاقي هواء في السمول باول ميزنتري زي ما هوريلكم في بعض الحالات اللي جايه. في ديزيز تاني ملوش دعوه بالهواء انسايد ذا بريتونيال كافيتي، ولكن دوت هواء in the wall of the intestine. الهواء اللي في الوول اوف ذا انتستين اسمه نوماتوزس انتستينالس، وفي منه نوعين نوماتوزس كولاي ونوماتوزس انتستينالس. نوماتوزس كولاي اللي هي موجوده في الكولون بس، وديت ذا برايمري تايب، ودوت انسيدنتالي فاوند، وهو اي سيمبتوماتيك يعني ما بيعملش اي مشاكل وما فيش منه اي خطوره. اما السكندري نوماتوزس وديت اللي هي الانتستينالس where you can see air in the wall of the bowel كلها على بعضها small bowel and large bowel زي ما مثلا احنا شايفين في الحالة ديت. وفي العديد جدا من الاسباب اللي بتخلي يحصل هواء in the wall of the intestine، من الاشهر الحاجات ديت اللي هي necrotizing enterocolitis والstrangulation والvascular diseases والsmall bowel ischemia ومعظم الحاجات اللي هي بتؤدي الى هواء في الموضوع. الحكايه ديت ما هياش كومن قوي ان ذا كلينيكال براكتس، لكن لما تشوفها تبقى عارف ان لو الهواء في السمول باول فانت بتتعامل مع حاجه خطيره، لو الهواء في اللارج باول بس فانت بتتعامل مع حاجه انسيدنتال فايندنج مش هتعمل اي مشاكل. دلوقتي بقى ننتقل لما احنا خلصنا شويه في الاناتومي اوف ذا بريتونيوم، هنتكلم بعد شويه على الاناتومي اوف ذا ميزنتري، وبعدين خلصنا ايه الاسباب اللي بتخلي فيه ميه جوه البريتونيال كافيتي، وايه الاسباب اللي بتخلي فيه هواء جوه البريتونيال كافيتي، وايه الاسباب اللي بتخلي فيه بلاد جوه البريتونيال كافيتي، وبعدين دلوقتي هنتكلم على الصديد جوه البريتونيال كافيتي اللي هو what we call the peritonitis. البريتونيتس زي ما كاتب كده this is inflammation of the peritoneum، وبيحصل بأي حاجة، ممكن بكتيريا وممكن granulomatous diseases وممكن chemical irritation عند حاجة معينة جوه البريتونيال كافيتي. وهذا البريتونيتس ممكن يكون localized في حتة وممكن يكون واخد البطن كلها. وزي ما احنا عارفين ان تشخيص البريتونيتس من الحاجات اللي هي الكلينيكال سهلة جدا، يعني ان واحد يبقى في اعتقادي، يعني ما اعرفش اذا كان في حد معترض على كده، انا عارف ان الكلينيكال ساينز والحاجات بتاعت البريتونايتس سهله، في حين ان تشخيصه بالاشعه الى حد ما ما هو سهل. البريتونايتس العادي من غير لوكالايزد من غير ابسس من غير حاجه بيبقى مش سهل. فلو احنا بصينا على العيان دوت كده هتلاقي ان في نوع من البريتونيال فلويدز بسيطه، وان في زي كولكشنز كده صغيره على السيرفيس اوف ذا ليفر والسيرفيس اوف ذا سبلين وفي الحته ديت، وفي بقى في حوالين الميزنتري وكده في كولكشنز اوف باس اللي هم فيهم مارجنال انهانسمنت وكده، زائد انك تحس ان السمول باول لوبس واللارج باول لوبس كلهم متكلكعين على بعض. ان لما تنزل بقى لتحت شويه then you discover ان في ان هو فيري بيج collection in the peritoneal cavity، وفي برضو in the retroperitoneal space بعض الحاجات المارجنال انهانسد اللي هم الابسيسيز، and you see debris وفي air inside the then you may say that ان ده هو peritonitis ومعاه intraperitoneal abscess formation. And this is the CT features of peritonitis، انك انت تلاقي fluid in the peritoneal cavity and تلاقي peritoneal and mesenteric thickening and enhancement. Also you can see collections of pus. لو لقيت كده this is an intraperitoneal abscess وما معهوش peritonitis this is just an abscess. والابسس
كل الناس عارفاه بالكريتيريا بتاعته، عبارة عن كورة مليانة فلويد والمارجن بتاعتها بتبقى واخدة سوا. في بعض الأحيان you can see air inside the abscess، والاير في الغالب بيكون due to fistula with the bowel أكتر من إن هو يكون infection with gas forming organism. الانترابريتونيال ابسس من الحاجات السهله جدا تشخيصها بالسي تي نتيجه ان هو ليه سبيسيفيك دايجنوستيك كرايتيريا. And this is the two different examples, an intraperitoneal abscess with air inside. Also here you can see a large intraperitoneal abscess with air loculi and thick enhanced margin. وطبعا الميزنتريك فات بلينز والكلام دوت كله بيبقى congested او dirty زي ما انتوا عارفين. بكده يبقى احنا عملنا بس الاوفر فيو على الحاجات الجنرال اللي هي ممكن تبقى موجوده جوه البريتونيوم، سواء كانت فلويد عادي او بلاد او باص او هواء. بعد كده هنيجي للسبيسيفيك ليجنز اللي هي ممكن تبقى ريفلكتد على البريتونيوم وعلى الميزنتري. احد هذه الليجنز هي الدايفرتيكولايتس. الدايفرتيكولوزس سهل قوي انك انت تشخصه بالباريوم والكلام دوت، لكن برضه سهل انك انت تشخصه بالسي تي. فده احد الاكزامبلز، يعني انك انت يسي بارت اوف ذا كولون ان يسي مالتيبل دايفرتيكولر اوت باوشنج اللي هم طالعين من الجدار بتاعه، وهنا هو برضه نفس الحكايه، وهنا هو برضه في السيجمويد كولون نفس الحكايه. ولكن this is just the diverticulosis علشان ال varicolic fat planes كلها كويسة ومفيش أي يعني signs of inflammation وخلاف. أما بقى لو حصل diverticulitis اللي هو إن النك بتاعة الديفرتيكولم تتسد، وبعدين الديفرتيكولم يبقى inflamed، وبعدين يحصل ischemia of the wall، وبعدين يحصل necrosis ورابشر، وبعدين يتكون حوالين الكولون varicolic abscess، وبعدين الابسس يفتح على اي حاجه جنبيه سواء السمول باول او اليورينري بلادر وخلافه. فدي صوره تقريبا يعني لما يحدث في الدايفرتيكولايتس which is very common in the left side of the colon. And you see the marked thickening of the colonic wall, the inflammation of the varicolic fat and the fistulous communications ممكن تحصل مع اليورينري بلادر او مع الباول اللي جنبها. ازاي كل الكلام دوت بيبان في السي تي؟ انك انت تلاقي الكولون، طبعا مهم قوي انك تشوف واحد او اتنين من الدايفرتيكلي، غير كده مش هتعرف تشخص، ممكن يبقى اي حاجة تانية. فالارو هيدز اللي هي البيضة ديت بتشاور على الدايفرتيكلي بتاعة الحتة ديت او ذا كولون. then you see that the fat planes حوالين الكولون appear dirty، وهو ده الحته اللي بتهمنا في البريتونيوم والميزنتري. و you can see برضو هنا اهو الانفلاماتوري رياكشن اللي موجود في الفات اللي حوالين الافكتد باول، و you can ممكن تلست الساين ديت اللي هي the vessels او the strands radiating from the site of the inflamed باول. تشخيص الدايفرتيكولايتس في اعتقادي ما هوش حاجة صعبة جدا، اللي هوري لكم هنا اكزامبلز كتيرة جدا، وفي محاضرة الاكيوت ابدومين برضه هوري لكم اكزامبلز مختلفة شوية عنده. Then if you look to this part of the colon and you see that the colonic wall is markedly thickened, there are a lot of diverticuli and you can see that the whole segment of the pericolic fat is dirty زي ما احنا شايفين. ده السيجمويد كولون وفي دايفرتيكلي اللي هم مبينين دولت، وان وان اوف ذا دايفرتيكلي هاز بين رابشرد وعمل زي فيستولا ستراك. And this is the CT scan of the same case and you can see the affected part of the colon, the dirty pericolic fat, the site of a pericolic abscess، وبعدين ان يو سي اير ان ذا رينر بلادر، معناها ان الابسس ده هو اتفتح على اليورينر بلادر، وده من اشهر الحاجات هي والكرونز ديزيز اللي بيعملوا فيستلس كوميونيكيشن مع اليورينر بلادر. فالبرفوريشن بتاع الدايفرتيكولم في الغالب يؤدي الى بيريكوليك ابسس، دوت اشهر حاجه.
ونادرا ما يؤدي الى بريتونايتس، لان انت عارفين ان البرفوريشن دوت از سلو بروسيس، يعني مفيش، نادر قوي ان الدايفرتيكولا بينفجر از فجاه فيطلع هواء جوه البريتونيوم او يعمل سبريد اوف ذا انفكشن ان ذا بريتونيوم. لكن كل اللي بيحصل ان هو جراديوال بيرفوريشن، وبالتالي بيعمل انفلاماتوري رياكشن ويحوط الليجن بحيث ان هو يخليه ليميتد تو ذا بيريكوليك اريا، ما يقدرش ان هو يسبريد ثرو ذا ابدومين. يبقى بيريكوليك ابسس از فيري كومن، لكن بريتونايتس از ليس كومن، اند ذا فيستلس كوميونيكيشن سبيشالي وذ ذا رينال بلادر از يعني ما هياش نادره، ولكن بتتشاف كتير مع الدايفرتيكل. This is the site of diverticular disease in the descending colon and pericolic abscess. زي ما احنا شايفين the classic appearance of an intraperitoneal abscess with air fluid level. Then you see هنا هو ال strands وال congestion وال dirty appearance of the pericolic fat. This is another example of diverticulitis اللي هي بتحصل على الناحية اليمين، وده بيعمل مشاكل جامدة جدا في التفرقة ما بينه وما بين الابندسايتس. لكن في علامة قوية جدا 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 للتفرقة ما بين الاثنين، انك انت you can see the appendix which is filled with air. كون ان الابندكس مليانة هواء معناها ان this is a normal appendix. اول ما الابندكس يبقى ما فيهاش هواء وتعبي ميه او يكون مش عارف تستند او كده، يبقى انت داخل في سكة تانية. وعشان كده هذا السهم بيشاور على the appendix which is يعني of normal size and containing air، وده بينفي تماما ان هي تكون المصدر بتاع الانفلاميشن اللي موجود هنا. Then this arrow points to a small diverticulum filled with air along the ascending colon. والascending colon موري ان الجدار بتاعه thickened شوية. And then you see the fat planes اللي حوالين ال colon are infiltrated by edematous and inflammatory granulation tissue. ده معناها ان this is diverticulitis and not appendicitis. نيجي بقى لموضوع مشهور شوية اللي هو الابنديسز ابيبلويكا، ودولت زي ما انتم عارفين كل اللي هي الفاتي بروسيسز اللي طالعه من الكون. انا حطيت الصوره ديت علشان بس اوري لكم جزء منهم. كل البروزات الدهنيه اللي طالعه من جدار الكولون هي ديت اسمها ابنديسز ابيبلويكا، وهذه الابنديسز مليانه فات، وعشان كده ار نورمالي نوت سين ديورينج ذا سي تي اوف ذا ابدومين، لان هم بيبقوا سايحين في وسط الفات اللي موجود في البطن. ولكن you cannot see this appendices إلا لو كانت ال abdominal cavity في مية. زي مثلا في الحالة ديت هي المنقوشة من الكتاب، and you see the colonic wall. طبعا دي حالة يعني متفنكشة شوية زي ما بيقولوا. أنا يعني أنا لما شفتها ما كنتش مصدق إنك أنت ممكن تشوف ال appendices بلوكة ديت بهذا المنظر. لكن هي المشكلة الأساسية كان فيها عندنا قاعدة كده في الأشعة بتقول لك إنك أنت أساسا بتشوف اللي أنت بتدور عليه، فطالما أنت ما فيش في دماغك حاجة معينة بتدور عليها you can never see، وبالتالي لما تبتدي بقى تدور على الأبنديجز هتشوفها، يعني تبقى عارف إن هي هتبان في العيانين اللي عندهم أسايتس. تبتدي تبص كويس تلاقي إنها بتبان كتير قوي، وكنا ما كناش بنلقي إليها بالك. فالابنديشز ديت لما عشان هي عباره عن حاجات كده عامله زي الصباع مليانه فات كثيره الحركه، فممكن تتلوي وبالتالي تتخنق وبعدين تبقى اسكيميك وبعدين يحصل فيها area of necrosis او inflammation. فلو حصل هذا اللي انا قلت لكم عليه فبيبقى اسمه كده ابيبلويك ابنديجيتس، ودوت احد الاسباب اللي بتعمل مشاكل في البريتونيوم واحد الاسباب اللي بتعمل اكيوت ابدومين. انا شايف ان عمري ما شخصت حاله زي كده، باحتمال يمكن في الايام المستقبليه طالما حطيت الحكايه في بالي ممكن اشخص حاجه زي كده، لكن حاسس ان هي مش من الحاجات السهله اللي ممكن اشخصها. لكن انا عامل لنفسي طريقه ان انا اي عيان بيبريزنت باكيوت ابدومين في الاول بتدور على الحاجات اللي انت عارفها،
ابندسايتس، دايفرتيكولايتس، بنكرياتايتس، ستايلال اوبستراكشن، ما اعرفش الكلام ده كله ما لقيتوش. then you look للحاجات اللي هي بتعتبر يعني راريتيز او كده، وتبتدي تبحث وراهم بشرط انك انت تبقى عارف هو بيتشاف ازاي. فالابندجايتس ديت لما يحصل فيها هذا الاسكيميا والبرفوريشن والتورشن وكده، بتعمل لوكالايزد انفلاميشن، وده بيبقى فيري كاركترستيك، بيبقى زي ما انا رسمه كده، عبارة عن نقطة بيضة في النص، وبعدين حواليها فات، وبعدين حواليها خط أبيض، وبعدين اللي بره كله التهابات. فلو أنت بصيت هنا في الحتة دي هتلاقي إن في ليجن هنا كده، وإن حواليه انفلاميشن إن ذا فات، وجواه نقطة بيضة وحواليه فات. كويس؟ فإحنا أول حاجة الأبنديجز هي دي، اللي هي الحتة اللي في النص، واللي براها دوت هو البريتونيوم، اللي هو هيبقى inflamed and thickened، واللي جوه دوت هو the vessel which is thrombosed نتيجة التورشن اللي هي لفت على بعضها، واللي من بره خالص اللي هو the inflammatory reaction اللي موجود في البريتونيال فات. يبقى انت هتشوف عبارة عن fatty mass representing the infarcted inflamed appendages اللي هي اللي هنا دي كده اهو. A rim surrounds the mass representing the inflamed visceral peritoneum اللي هو دوت. A hyperdense central dot representing the thrombosed vessel اللي هو دوت. وبعدين هو ليلة of inflammation حواليها من بره. Then this is the on side. لو انت نعم. هما الحقيقه احنا باي اكسكلوجن عيان ريبريزنتنج باي اكيوت ابدومين، دورنا فيه على كل الحاجات اللي احنا عارفينها، مفيش ابندسايتس، مفيش دايفرتيكولايتس، مفيش مفيش مفيش. then we look for this possible lesion اللي هو مفيش ايج معين يعني نو لا ولا ليه اي علاقه خالص بحاجه معينه. then لما ابتديت زي ما انا قلت لكم بقى ادور، فشفت اللي هو ده مثلا دوت عيان عنده اسايتس، and then you can see this fatty projection which represents an appendages and these multiple fat projections along the colonic wall which represents the appendages. then سهل قوي انك انت تشوفهم بعد كده لما يكون في عيان عنده اسايتس، ممكن تلاقي الكلام ده. بعد لما الالتهاب بيخف ممكن يبقى يسيب area of calcification within the peritoneum زي مثلا في الحاله دي كده. طبعا يعني الموضوع ما هوش سهل، وانا مش بقول ان ده سبوت دايجنوزس ولا كل يوم هتشخصه ولا حاجه، لكن مجرد انك انت تحطه في دماغك جاست ان عيان بيشتكي من وجع في بطنه واستبعدت معظم الحاجات، لوك كيرفولي يمكن تلاقي ليجن زي دوت. and this is the acute form اللي هو بتاع دايرة وحواليها التهاب وجواها نقطة بيضة زي ما أنا كنت راسم، وده هو ده كرونيك فورم بعد لما خف وحصل إن الانفلاميشن بقى كالسيفايد وإن العيان دوت ما بيشتكيش من حاجة خالص. Then you came to the appendix، وزي ما احنا اتفقنا ان الابندكس الطبيعية هي الابندكس اللي مليانة هوا. And this is the normal appearance of the appendix. مفيش مانع ان الابندكس يكون جواها حاجة أكل أو مش عارف إيه أو سيد إيه أو الكلام ده كله، لكن المهم إنها تكون مليانة، بقية الكافيتي بتاعها مليان هواء. لما الأبندكس تبقى انفليمد ليها كاركترز معينة، نمرة واحد إن الهواء يختفي، نمرة اتنين إنها تبقى ديستندد، نمرة تلاتة إن الوول بتاعها يبقى ثيكند ومليان مية جدار الكافيتي بتاعها، نمرة أربعة إن الفات بلينز اللي حواليها تبقى ديرتي، نمرة خمسة ودي لو كانت موجودة يبقى diagnostic sign اللي هي calcified fibrils، لأن هي ديت أو appendicolith هي دي اللي سدتها وابتدت الانفلاميشن. حتى الجماعة بتوع الألترا ساوند يقول لك once you discover an appendicolith اللي هي بتاع calcified ديت at the neck of the appendix then you are sure إن this is appendicitis. And here this is the appendix which is obliterated ما فيهاش هواء إلى حد ما distended والفات بلينز اللي حواليها dirty and this arrow points to the presence of the appendicolis which is one of the characteristic appearance of appendicitis. And this is the sequence of events إزاي الأبندسايتس بتحصل، إن حاجة بتسدها غالبا الأبندكوليس،
يؤدي الى increase intraluminal pressure، يخلي فيه venous engorgement و arterial compromise، tissue ischemia، نفس الحكايه بتاعت الدايفرتيكولم والابنديجيس والكلام ده كله، وبعدين يحصل appendiceal infarction and micro perforation. ولازم تبقى عارف كويس قوي ان الابندكس لما تبرفوريت عمرها ما تعمل نومو بريتونيوم، صح؟ ليه؟ لانها عشان تبرفوريت لازم تبقى اوبستراكتد والهواء اللي فيها يختفي، وبالتالي مفيش اي possibility ان هي لما تبرفوريت تطلع هواء جوه البريتونيال كافيتي. And this is a classic appearance of appendicitis. You see the appendicolis, you see the distended appendix filled with fluid, and you see the dirty appearance of the fat blains حواليه. Another example of appendicitis. هتلاقي في معظم الكتب كلهم لازم جايب لك appendix وفيها الappendicolis ديت علشان ايه تعرف. فبيقول لك ان الappendix تبقى dilated اكتر من 6 مللي، وان هي تبقى مليانه بالفلويد، وان الجدار بتاعها يبقى ثيكند، وان البيري ابنديكولار فات بلينز، وهكذا كل الحاجات اللي احنا قلناها. And this is an example of a perforated appendix with peri appendicular abscess في air fluid level، وده هي الابنديكولس اللي هي كانت سده الابندكس وادت الى حدوث البرفوريشن. البريتونيتس سكندري تو تي بي، وده المفروض دوت كان يبقى فوق شويه ناحيه البريتونيتس العادي، ولكن زي ما انتم عارفين انك انت عشان تشخص تبركلس بريتونيتس مش حاجه سهله. البريتونيتس كله شبه بعضيه، السبيسيفيك والنون سبيسيفيك وكده. لكن في علامه واحده بس للتبركلس بريتونيتس، وهي الكالسيفيكيشن والليمف نودز اللي فيها كيزيس ماتيريال، هي اللي بتخليك ترجح ان دوت تيبس ميزنتريكا او تبركلس بريتونايتس والكلام ده. الكتب بتقول ان في ثلاث انواع من التي بي بريتونايتس، واحد اسمه ذا ويت تايب، وده بيكون عباره عن اسايتس بس ملوش اي سبيسيفيك فايندنجز. ذا فايبروتيك تايب، وده بيكون عباره عن ماسز او شيتس صعب قوي انك تفرقها من الميتاستاس. والدراي تايب، ودوت بيكون فايبرس ثيكنينج، هي مجرد ثيكنينج اوف ذا بريتونيوم. لكن اشهر حاجه على الاطلاق هي اللي بتخليك تسسبكت ان ده تبركلس بريتونيتس او تيبس ميزنتريكا، اللي هو ذا بريزنس اوف كازيتنج ليمف نودز، او لو كان في ثراسيك انفولفمنت. الحاجات ديت هي اللي بتساعد. لكن if you look to this case بتاعت واحد عنده 28 سنه and you see a fluid inside the peritoneal cavity, you cannot say ان this fluid is due to tuberculous peritonitis. وجايز تقول peritonitis عادي نتيجه الكلينيكال، العيان اللي عنده peritonitis بيبقى عنده اكيد tenderness في الابدومن، وعنده بعض الساينز اللي بتخلي الكلينيشن يسسبكت. لكن if you want to diagnose tuberculosis you may aspirate وتوصل بالسيتولوجي الى حل. And this is the example of fibrotic TB peritonitis. لما هوري لكم الميتاستاسيس في البريتونيوم والاومنتال كيكس وكده، هتلاقي ان تقريبا مفيش فرق. هنا في sheets of soft tissue masses, dirty appearance of the peritoneal fat blains. كل الحاجات ديت بتتشاف مع ال neoplastic lesions. And you can see the thickening of the peritoneal reflections. كل الحاجات ديت لا تعني بالقطع ان ده هو tuberculous peritonitis unless you know before ان العيان ده هو عنده TB peritonitis. ده مثلا عيان منقوش من الليترتشر، عندها 38 سنة، عندها اسايتس مش معروف السبب بتاعه، عملوا لها سي تي فلقوا ان في بريتونيال تكنيك. فاول حاجه فكروا فيها ان ده يكون بريتونيال كارسينوماتوز. فلما لقوا ان مفيش اي مالجنسي ممكن تحبز وجود البريتونيال كارسينوماتوزا، حطوا او هم بيقترحوا يعني ان هم بيقول لك لو انت في حته فيها تي بي مشهور وكده يبقى تحط التبركلس بريتونايتس، لو انت شايف منظر يشبه البريتونيال ميتاستاسيس. And this was proved بعد البيوبسي. هنا مثلا في العيان دوت ان يسيل المنطقه ديت فيها بريتونيال تيكنينج اند اوبليتريشن اوف ذا بريتونيال فات،
وفي مثلا الكولون اللي جنبها الوول بتاعه ثيكن. كل العلامات ديت ما بتقولش ان العيان دوت عنده تي بي بريتونايتس، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتسبورت الدياجنوزس انك انت تلاقي ميزنتريك لينف نودز وتلاقي نكروزس او تلاقي كالسيوم. لكن هذا التشخيص صعب جدا انك انت يريتش على انه هو توبركلس بريتونايتس. And this is an example اعتقد ان انا وريته لكم في مرة من المرات، اللي هو عيان من جماعة بتوع القصر العيني، و تلاقي عنده بقى معظم المانيفستيشنز بتاعت التي بي ان ذا تشيست، ان يو سي ميلياري شادوز ذات ار كالسيفايد، ان ذا سبلين يو سي مالتيبل كالسيفايد جرانيلوماتا، ان ذا ابدومين يو سي مالتيبل كالسيفايد ميزنتريك لينف نودز. في الوقت دوت بيبقى سهل قوي عليك انك انت تحط هذه البوسيبيلتي. البريتونيوم ممكن يجي فيه هايدايتد ديزيز، وغالبا هذا الهايدايتد بيكون جاي من الليفر، وجاي من الليفر يا اما اللي في الليفر رابشر، يا اما حد حاول يشيله ف انفجر وكده، فبيبتدي سبريد الهايدايتد ان ذا بريتونيال كافيتي ويعمل 1 اور 2 اور 3 او كتير جدا. يعني كان عندي حاله كده بس ما عرفتش الاقيها في الوقت دوت، ان البريتونيال كافيتي كله مليان كور 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 اوف هايدايتد ديزيزز، بيسموها بريتونيال هايداتيتوزيس او هايداتيدوزيس او ايكاينوكوكوز. then الهايداتيد ديزيز ان ذا بريتونيوم زي الهايداتيد ديزيز في اي حته تانية، بالذات في الليفر، يعني يا اما سيست والجدار بتاعه فيه كالسيوم، يا اما جواه فلوتنج شادوز، يا اما كوره وجواها كور 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 صغيره زي بقيه الايه الحاجات دي. ده تقريبا كان الجزء الاولاني اللي هو متعلق بالبريتونيال كافيتي، وبعدين هنتكلم دلوقتي على الميزنتري والاومنتري. زي ما احنا او قلنا دلوقتي ان احنا خلصنا الحاجات اللي ممكن تعمل ليجنز ان ذا بريتونيوم. الليجنز اللي في البريتونيوم يا اما ميه يا اما هواء يا اما بلاد معايا، يا اما بص، يا اما مفيش ولا واحد من دولت، وفي جاست انفلاماتوري جرانيوليشن تيشو ان ذا بريتونيوم، وقلنا الاسباب بتاعته يا اما دايفرتيكولايتس يا اما ابندسايتس يا اما ابيبلويك ابندجايتس يا اما بريتونايتس بانواعه العاديه والتوبركلس وخلافه. دلوقتي بقى هنتكلم على الاومنتوم. ف في حد عاوز يسال اي حاجه قبل ما نكمل ولا نكمل على طول؟ جاي في السكة البانيكيلايتس، جاي في السكة. هي موضوع رزق ماليش دعوة. نعيب اوكي نكمل بقى. يبقى انا دلوقتي هنتكلم على الاومنتم والميزنتري، واحنا اتفقنا ان الميزنتري هي اللي ليها علاقة بالسمول باول، والاومنتم هو اللي ليه علاقه بالاستمك. وقلنا ان في ليسر اومنتم طالع من الاستمك towards the liver، greater اومنتم نازل من الاستمك posterior to the anterior abdominal wall. وقلت لك ان الجريتر اومنتم عباره عن اربع طبقات، طبقتين نازلين وطبقتين طالعين، posterior to the anterior abdominal wall وfixed posteriorly to the transverse mesocore. And this is the root of the mesentery. و root of the mesentery زي ما انتم عارفين بيبتدي عند ال third part of the duodenum، وبيحتوي على ال superior mesenteric artery and vein. وممكن تشوف الميزنتري كلها وال vascular supply بتاعها عن طريق ال multi detector CT ببساطة شديدة، عن طريق ال reconstructed images زي ما احنا شايفين كده. المفروض ان الاومنتم ما بيبانش في السي تي، طالما هو عادي ان الاومنتم ما فيهوش اي انفلاميشن ولا تيومر ولا حاجه ما بيبانش، لكن على الاقل مكانه بيبقى معروف انك انت لما تبص جاست بوستيريو تو ذا انتيريور ابدومينال وول وتلاقي فاتي ستراكشر كده وفي كذا نقطه من الفيسلز بتعرف ان هو دوت الاومنتم. And this is another example. ده example وده واحد تاني. You see هنا الحتة اللي أنا بشاور عليها دلوقتي، this is the site of the greater omentum.
من ضمن الحاجات اللي بتحصل في الميزنتري ان يحصل مال روتيشن، والمال روتيشن اوف ذا جات ممكن تعرفه بالسيتي عن طريق تغيير الريليشن ما بين السوبر ميزنتريك ارتري والسوبر ميزنتريك فين. نورمالي ده سوبر ميزنتريك ارتري هنا اهوت، والسوبر ميزنتريك فين هنا. لما الريليشن دي تتعكس فالفين يجي هنا والارتري يروح هنا، then you suspect ان there is mal rotation of the gut and this is the example. You can see the superior mesenteric vein بقى دلوقتي to the left side عن الايه، عن superior mesenteric artery، وديت اول واحده فيهم. incomplete rotation يعني ما لفتش بالكامل، السيكم بيبقى على الناحيه الشمال زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى inferior to the bilorus وفيكسد تو ذا ابدومينال وول باي بريتونيال باندز باسنج اوفر ذا ديودينم. ملناش دعوه بالكلام دوت، لكن لما تلاقي السيكم تو ذا ليفت سايد في هذا المنطقه تعرف ان ذيس از انكمبليت روتيشن. في بعض الاحيان بيحصل نون روتيشن، يعني مفيش اي روتيشن حصل، وده يؤدي الى ان السمول باول تبقى كلها على الناحيه الشمال واللارج باول تبقى كلها على الناحيه اليمين. And this is an asymptomatic يعني حاجة abnormality ما بتعملش symptoms تقريبا، عيان بيبقى عايش زي ما انتم شايفين كده ما فيش أي مشاكل خالص عنده، دوت اللي هو non rotation of the bowel. Non rotation of the bowel is a relatively common asymptomatic condition ما بتعملش مشاكل. And لما البول ما بتلفش the small intestine will be on the right side زي ما وريت لكم، and the large intestine will be on the left side. The superior mesenteric artery هيبقى على الناحية اليمين to the superior mesenteric vein. لو حصل volvulus في الـ في الـ في الـ في البول بيحصل this sign اللي اسمه whorl sign، فتلاقي the superior mesenteric artery and the vein ما انت شايفهم كويس قوي، لكن حواليهم دايرة من الفات، هي ديت اللي بيسموها the whorl sign which is a fatty halo around the superior mesenteric artery. ده معناها ان في mid gut volvulus. طبعا ال vascular lesions ممكن تحصل في الميزنتري زي superior mesenteric artery occlusion او mesenteric superior mesenteric vein occlusion، كل دول سهل ان احنا نشخصهم باي CT. و اعتقد ان انا وريت لكم حالات من دوت كتيره. في حاله هنا اهوت ممكن you can see this is the superior mesenteric vein which is thrombosed and you can see that the bowel is distended والwall بتاعها is thickened and enhanced. كل ديت معناها ان في some sort of ischemic bowel changes نتيجه ان في superior mesenteric occlusion. في بعض الاحيان يحصل حاجه اسمها omental infarction، وهذا الاومنتال انفاركشن بيحصل في الغالب يعني في الناس اللي هم عاملين ريسنت سيرجري او بيقولوا في بعض الناس الاوبيز. وبتعرف هذا الانفاركشن بانك انت بتلاقي زي كوره كده اهوت اوف فات، وهذه الكوره موجوده along the course of the omentum يعني posterior to the anterior abdominal wall وما فيهاش vessels. خلي بالك لان ديت زي انفاركتد تيشو وما بتعرفش تفرقها من اي حاجه، يعني لو هي مثلا شويه كده على الناحيه اليمين هتقول ديت تبع الابندسايتس، لو راحت لفوق شويه تبقى تبع الجول بلادر، لو جت على الشمال هتبقى تبع الدايفرتيكولايتس. لكن كون ان هي موجوده ان ميد لاين او قرب الميد لاين وما عندهاش ريليشن تو اذر انفليمد اورجان يو ماي سسبكت. انا متخيل ان انا عمري في حياتي ما هشخص اومنتال انفاركشن، لكن من قبيل العلم بشيء اذ لربما. ديت الحاجات اللي بتعمل بريتونيال اند اومنتال فات ستراندنج. وطبعا اي حاجه في البريتونيوم هتعمل ستراندنج سواء كان تروما او انفكشن او تيومر او فدولت مجرد بس تعديد للاسباب. نيجي بقى للسائل عليه الدكتور حيدر اللي هو ميزنتريك بانيكيولايتس. وإلى عهد قريب جدا الحقيقة أنا ما كنتش أوير بالليجن دوت، لكن شخصته 3 مرات بالصدفة، يعني ما هوش يعني كان من ضمن الحاجات اللي محطوطة في بال الواحد على طول زي بقية الحاجات التانية. لكن لما بتبص على البطن ويبقى إلى حد ما سمعت عن الموضوع دوت بيبقى سهل قوي عليك إنك أنت تشخصه. إيه هو البانيكيولايتس دوت؟
ده هو أن انفلاميشن ولكن مش معروف السبب بتاعه، هو ميزنتيريك اوف ذا ميزنتري. ساعات يبريزنت باي اكيوت كونديشن وساعات يبقى اسيمتوماتيك، ما فيش العيان ما بيشتكيش من حاجه وتكتشف انت الموضوع دوت بالصدفه. الليجن دوت في الغالب بيبقى قريب قوي من الجيجينال ميزنتري، بس مش شرط، ممكن تلاقيه في اي مكان. ايه هو العلامه الشهيره بتاعت هذا الليجن؟ انك تلاقي انفلتريشن اوف ذا ميزنتريك فات، سواء بماسز او بحاجه ايل ديفايند، وهذه الماس مهم جدا فيها انها تسبير ذا بيري فاسكولار فات. يعني ايه؟ يعني شايف انت الميزنتريك فيسلز اللي في النص ديت كده اللي انا مش هقول لك عليها، ان شايف الحاجات السوداء اللي حوالين الميزنتريك فيسلز ديت اللي هي الفات، هي دي العلامة بس بتاعته، انك انت تلاقي في كور او حاجة تشبه الكورة موجودة في الميزنتري، والفات متعكر خالص لكن الفيسلز جواها واضحة جدا، والفات اللي حواليها is preserved. Then you can تشخص في الوقت دوت ان this is mesenteric paniculitis and this is another example. في كورة اهيت زي ما انتم شايفين in the mesentery. خلاص؟ أول حاجة. فيها فيسلز، فيها فيسلز، خلي بالك ان الميزنتريك انفاركشن ما فيهوش فيسلز. الفيسلز اللي موجوده تقعد تبرق قوي علشان تلاقي ان الفات اللي حوالين الفيسلز از بريزيرف. Then whenever you see this you can easily diagnose هذا البتاع. وهذا نعم لا لا تماما. البانيكيلايتس ده ليجنز كبيره جدا، البنديجايتس حاجات صغيره قوي بتتشاف بصعوبه شديده. ده حاجة وده حاجة معايا مهم جدا. البانيكيولايتس هتشوفها كتير أنا متأكد، يعني أول ما هتعرفها وهتبرق شوية في الأبدومن هتجيبها على طول، هتشوف دي فريكوينت ليجن موجود. لكن الابنديجايتس ديت ما يعني أنت ونصيبك ممكن تلاقيها. وهي بص ال ممكن تشرب كل المزانتريز لا حاجة لا 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 هي يعني زي ما يكون حاجة أنا معلش مش عارف المعنى الحرفي بتاعها، لكن أنا كاتب هنا إن هي ديت الأكيوت فورم بتاع ما يسمى بسكليروزنج ميزنترايتس. يعني البانيكيلايتس لما تبقى كرونيك بيبقى اسمها سكليروزنج ميزنترايتس، أو بعض الناس بتسميها هتيجي دلوقتي، انا ممكن هتلاقيها في سلايد بعد كده. ريتراكتايل ميزنترايتس هي ديت. المهم الاكيوت فورم اسمه بانيكيولايتس، والكرونيك فورم اسمه اسكليروزنج ميزنترايتس. ازاي بتعرفها؟ بانك انت تلاقي حاجه تشبه الماس او حاجه انفلتريتنج ذا ميزنتري جواها فيسلز، والفيسلز حواليها فات بريزيرفد. This is the only sign. ده برضو نفس الحكايه. مثلا عيان، وده كتير بتلاقي عيان بيشتكي شكوى اي كلام كده من البطن، تعمل تلاقي المنظر ده، تلاقي فيه ما يشبه الماس او حاجه ديفيوز، مش لازم تكون كوره. لما تدور جواها على vessels then you look to the الفات اللي حوالين ال vessels which is preserved then you may suspect the mesenteric panniculitis. وانا في رايي ان البانيكيلايتس هي اكتر واحده تقريبا بتتشاف في بقيه الحاجات التانية، يعني الميزنتريك الابندجايتس والانفاركشن وبتاع كل الحاجات دي تعتبر رير. فوانس انك انت يو سي ذيس ليجن يو مي سسبكت انك انت بتتعامل مع ميزنتريك بانيكيلايتس. اند ذيس ليجن مي بريزنت باي اكيوت ابدومينال بين او ابدومينال بين اند دايريا وانتستينال اوبستراكشن اند مي بي اسيمتوماتيك ما بيعملش حاجه خالص. The fat ring sign اللي انا قلت لك عليها، انك تلاقي الفيسل وحواليه دايره صغيره of preserved perivascular fat. And later on the lesion may calcify وساعتها بقى بيبقى اسمه the chronic form او بيبقى اسمه اللي هو retractile mesenteritis او sclerosing mesenteritis. And this is another example of mesenteric panniculitis وفيها fat surrounding the vessels. بس طبعا هنا في الريكونستركتد ايمجز ما انتش قادر تشوف ذا فات ساين.
and this is the example of retractile mesenteritis او sclerosing mesenteritis او chronic mesenteritis اللي هي بتاعت البانيكيولايتس. كل اللي بيحصل ان الليجنز اللي كانت موجوده هنا بتكالسيفاي وتشرينك على بعضها. في الوقت دوت اذا ما كنتش عارف ان هو كان عنده بانيكيولايتس من الاول هتدخل في متاهه جامده جدا في التشخيص ان يو مي ريتش هذا البوسيبيليتي اللي هو ميتاستاتيك كارسينوما. وفي الوقت ده عشان نوصل الى حل في الموضوع ده طبعا بناخد بايوبسيز علشان تسولف ذيس بروبلم. دي واحده من الحالات اللي انا شخصتها كده هوت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان بعتها واحد من الجراحين المشهورين قوي عندنا وعشان فيج ابدومينال بين. وده في السي تي اوف ذا ابدومين ريكونستراكتد ايمجز and you can see the vessels, the mesenteric vessels surrounded by ما يشبه الماسز كده او اللي انت ممكن يتهيالك ان دول باول لوبس which are not لان ما فيش باول لوبس جواها الميزنتريك فيسلز صح. Then you look to the vessels and you can easily see ان الفات اللي حوالين الفيسلز is preserved then you may suspect هذا الكلام inflammatory بس مش معروف سببها. هل هي ليها نوع ما يعني ما بتطلعش بكتيريا ما بتطلعش حاجه يعني زي مثلا شكل انفكشن او اشكال عقود ريتراكتايل فورم كان في كالسيفيكيشن ممكن نقول واحد يشك في تي بي طبعا نفس الحكاية. إذا ما أنتش عارف إن هو كان قبل كده كان عنده بانيكيلايتس مش هتعرف فكر في تبركلس بريتونايتس وكده. دي بقى من الحاجات المشهورة في البطن اللي هو واحد عمل عملية ونسي فوطة جوه بطن العيان. العلامة المشهورة جدا إن هو الميست سيرجيكال تاول إنك أنت تلاقي كورة وجواها هواء. الهواء دوت اللي هو entrapped within the meshes بتاعت البتاع وبعدين بقية الحاجات اللي حواليها ده ال initiated inflammatory reaction اللي هو المية بقى والبريتونيال adhesions والكلام ده كله. And this lesion can be easily diagnosed in the plain film. بتلاقي كده عيان عنده history of previous surgery وبعدين تلاقي كورة منقرشة هواء زي النقرشة دي بالظبط كده كورة منقرشة هواء تعرف ان هي ديت على طول اللي الميز بتاعه. ف السبونج والحاجات اللي هي الشاشات والكلام ده بتبقى صغيره قوي مش زي دي واحده مجعلصه كده فوطه من الفوط الكبير. الرياكشن اللي حواليها ما بيكونش فيه صديد في الغالب لان دي فوطه معقمه يفترض انها فوطه معقمه والعدد كانت معقمه والحاجات اللي زي كده لكن مفيش مانع انها تعمل زي انفلاميشن او كده. والعلامه الاكيده زي ما انا قلت لك انك انت تلاقي جاز بابلز انترابد within the meshes of this of this surgical towel. تيجي بقى دلوقتي للحاجات النيو بلاستيك اللي هي ممكن تبقى موجوده جوه الميزنتري والبريتونيوم. في سيستس موجوده في الميزنتري والبريتونيوم اسمها ميزنتريك سيستس وفي ماسز موجوده في الميزنتري اشكال والوان. فانت تفتكر في كام ميزنتريك سيست معروف جوه البطن تفتكر؟ قول واحد بس صح؟ اللي هو الميزنتريك سيست مظبوط؟ في حاجه ثانيه؟ دوبليكيشن سيست ها ممتاز. طيب تفتكر كام في تيومر جوه البريتونيوم والميزنتري؟ قول اي واحد منهم. ميتاستاس ميزنتريوم عصر دماغك ليمفوم ماشي لايبوساركوم ماشي كل ده ماشي صح ولا ايه؟ طيب نبتدي الاول هقول لك انا اكتر من كده دلوقتي. ميزنتريك سيست هم في اشكال والوان منهم كتيره لكن هذا كلمه ميزنتريك سيست هي اللي تطلق على اي سيست ان ذا ميزنتري بغض النظر عن ايه هو نوعه. هل هو
ميزوثيليال سيست ولا مش عارف ايه سيست ولا انكلوجن سيست ولا. فاحنا لو انت بصيت على ليجن زي دوت كده اهو، هتلاقي ان في سيست مليان ميه، وهنا في العيان التاني ده في زي سيست كبير ولكن جواه سيبتيشنز كمان. خلاص، هم دولت يعني دول تو ديفرنت اكزامبلز. ادي الميزنتريك سيست اللي موجوده. انا قريت في الليترشر بس انا مش مصدق الكلام ده، ان الميزنتريك سيست ار رير، وان هم 820 حاله ريبورتد لحد سنه 2003. انا اي داوت ان انا كل شويه نشخص ميزنتريك سيست من غير مشاكل. فاحنا بيقول طبعا ان ريسكشن هو ذا بيست لاين اوف تريتمنت، اند ذيس از ان اكزامبل اوف اسيستنت ذا ميزنتري، مليان ميه والجدار بتاعه ثين ومفيش انهانسمنت والكلام ده. And these are the types of mesenteric cyst، يا اما يكون lymphatic in origin، واللمفاتيك في منهم نوعين، يا اما simple lymphatic cyst يا اما lymphangioma، او يكون mesothelial in origin، ودولت برضه نوعين، يا اما simple mesothelial cyst يا اما mesothelioma، او يكون enteric cyst ودوت، يا اما يكون simple او duplication cyst، او ان هو يكون pseudo cyst غير بتاع البنكرياس. مهم جدا ان ده ملوش دعوه بالبنكرياس بالموضوع، يا اما يكون انفكتشوس يا اما يكون بوست تروماتيك. يبقى دولت ار كل السستات دهيت اسمها ميزنتريك سيست، ودولت الانواع بتاعتهم. وطبعا لو انت حاولت تفصل اي واحد منهم مش هتعرف الا الوحيد بس اللي هو الليمفانجيوم، اللي هو ده اهو، اللي هو ده ليمفاتيك سيست، اللي هو مش سيمبل ولكن ليمفانجيوما. بتعرفه ازاي؟ باي ذا بريزنس اوف سيبتيشن. الكتب بتقول ان الليمفانجيوما هي ذا موست كومن ميزنتريك سيست على الاطلاق، واكتر واحد بيتشاف في البطن وكده. وممكن لو انت شفت اي ميزنتريك سيست تقول عليه ميزوثيليوما وانت مطمن، لكن بغض النظر عن الكلام دوت، لما تلاقي سيست ان ذا ميزنتري ويكون فيه سيبتيشنز قول عليه ان هو ليمفانجيوما. العيانه ديت دولت بعض السيست الكومن، اللي هو سيستيك ميزوثيليوما، ليمفانجيوما، دوبليكيشن سيست، نون بنكرياتيك سودو سيست، وسيستيك تيراتوم. العيانه ديت زي ما انا كاتب كده عندها ابدومينال بين افتر تروما، فقالوا يبقى اذا دي هيماتوما، وان ده سودو سيست وحاجات زي كده، او ان هو ممكن يكون ابسس علشان الجدار بتاعه تخين وكده. المهم ان هي اتفتحت، فطلعت ان ديت ميوسينس سيست ادينوما اوف اكتوبيك اوفرين تيشو. ده معناه انك انت ممكن تحط البوسيبيليتي بتاعت الميزنتريك سيست فيطلع مش ميزنتريك سيست، يعني هي برضه تبقى انت متوقع هذا. And this is the classic appearance of a lymphangium. الليمفانجيوم عباره عن سيست في الميزنتري او في البريتونيوم وجواه internal septations. And if you see this you can easily diagnose the possibility of lymphangioma او cystic lymphangioma. نشوف اللي قبل الاستاذ. اوكي يا باشا. اوكي. زين، هو احنا قلنا عليه مثلا الميزنتريك سيست. نعم. ما عندهاش ريليشن لاي اورجن ولا هو بس عشان الهيستوري، وما عندوش ريليشن ان هي عندها خبطه في بطنها والكوره موجوده ان ذا ابدومن، ما في مش طالعه من اي حاجه، ولا من الليفر ولا من البنكرياس ولا. فقالوا ان دي ممكن تكون هيماتوما وحصل فيها ليكويفاكشن وعملت سودو سيست. كيف تكون الاكتوبي كوفريتش؟ نعم اكتوبي كوفريتش يعني مش تبع ما بعيد عشان شايف في مسافة جامدة جدا ما بين الاثنين. انهي واحدة؟ لا دي ما كانش فيها سايتس، وده يمكن برضو ما كانش مرجح حاجة معينة. المهم this is another example of a huge intraperitoneal lymphangioma، عبارة عن سيست كبير قوي وفي جواه internal septations. Once you see internal septations you may suspect has. اما انك انت تلاقي فات في السيست فده بيوجهك على طول ناحيه التراتوما، especially if you see fat and calcium. And this is an example of a cystic teratoma in the peritoneum. You can see fat and calcium as well as the death fluid. ودولت اللي بيساعدوك في التشخيص. And this is another cystic lesion in the peritoneum، وديت صورته بعد لما شالوه في الجراحه. بعض الميزنتريك سيست ممكن يحصل فيها هيمرج وممكن يحصل فيها سكندري انفكشن فتتحول الى ابسس ويكون فيها فلويد ليفلز او كده، زي هذا الليجن اللي هو
عنده انتراسيستيك هيموريدج، وده عيان يعني ينافس الليبيين في السن، هو 107 وكان عندكم 108. ف الميزوسيليوما اوف ذا بريتونيوم زي تشبه قوي الميزوسيليوما اوف ذا بلور، لكن طبعا البلورا از فار 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 كومن عن البريتونيال ميزوسيليوما، لكن هما الاثنين ليهم نفس العلاقه بالاسبستوس اكسبوجر، وفي طريقه ازاي الاسبستوس بيخش ويبرفوريت الباول وول ومش عارف ايه، الكلام ده كله مش مهم، لكن اللي احنا عارفينه ان البريتونيال ميزوسيليوما از رير تيومر عباره عن سوليد ليجن ان ذا بريتونيال كافيتي، يو ماي سسبكت ان هو ميزوسيليوما، ممكن ما تعرفش تسسبكت نتيجه عدم وجود الكالسيوم اللي هو بيساعدك في التشخيص زي في الحاله ديت كده. هنا يسي ادي السمول باول لوبس، وطبعا دوت مش اسايتس لان الديدستي بتاعته مش فلويد، ذيس ار عباره عن ماسز ان ذا بريتونيال كافيتي سراوندنج ذا باول لوبس. الماسز دي ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى ميزوسيليوما، ممكن تبقى ميتاستاسيز، ممكن تبقى اي حاجه ثانيه، لكن يو نو ذا بوسيبيليتي باي ذا بايوبسي. فالبريتونيال ميزوسيليوما بتمثل حوالي تلت على اقصى تقدير، يعني الميزوسيليوما all over the body may be associated with ascites زي الميزوسيليوما الثانيه associated by pleural effusion، الريجولار بريتونيال ثيكنينج زي الريجولار بلورال ثيكنينج، سماجد او ديرتي بريتونيال فات، وممكن بريتونيال نوديولز، وممكن اومنتال كيك، كل الحاجات ده هي وارده بالنسبه للبريتونيال ميزوسيليوما. الليبوساركوما واحد من البريتونيال تيومرز المعروفين، لكن الكتب بتقول ان this is the second most common soft tissue sarcoma in the adult اللي هو الليبوساركوما in general. اشهر مكانين على الاطلاق للليبوساركوما هو اللور ليم والريتروبريتونيوم وليس البريتونيوم. البريتونيوم من الحتة الرير قوي اللي هي ممكن يطلع فيها الليبوساركوما، لكن ريتروبريتونيال ليبوساركوما از ريليتيفلي كومن ليجن. بتشخص طبعا الليبوساركوما بيزد اون ذا بريزنس اوف ماس ان ذا بريتونيال كافيتي، ويكون الماس ديت جواها فات، especially لو كان زي كده ان سي ذا هيوج فات كونتيننج ليجن اللي هو ده occupying this right side of the abdominal cavity. And من ضمن الحاجات العجيبه في الليبوساركوما انها عشان ما بتعملش سيمتومز جامده، فالعيان بيبريزنت فيري ليت باي هيوج انترا بريتونيال ماسز، اند ذا بريزنس اوف فات دنسيتي هو اللي بيخليك تسسبكت ذا بوسيبيليتي. في قاعده مشهوره جدا عندنا، مش عندنا، عند الجراحين بالذات بتوع الاورام، بيقول لك اي فات كونتيننج ليجن ان ذا ريترو بريتونيوم يساوي لايبوساركوما انتل بروف اذروايز. اي فات كونتيننج ليجن ان ذا ريترو بريتونيوم يساوي لايبوساركوما في الادل طبعا يساوي لايبوساركوما انتل بروف اذروايز. اند سي ذس ليجن في ميه وفي فات، ده مش هواء، اللي على الوش دوت از فات، and this was proved to be a retroperitoneal liposarcoma. في طبعا intraperitoneal desmoid tumor او ما يسمى ب aggressive fibromatosis، وهذا الليجن ليه علاقه وثيقه جدا بالجاردنر سيندروم او الفاميليال بولوبوز. فلو انت في هيستوري معين لحد كان عنده كولونيك بوليب واتشالت او بولوبوز ان ذا كولون واتشال او ما اتشالش وعنده ماس اوف سوليد nature in the peritoneum, you may suspect the aggressive fibromatosis or the desmoid tumor. لكن if you don't know the history, هذا الليجن ينفع حلو قوي ان هو يكون ميزوسيليوم. يعني ال appearance بتاعه وكل حاجة تنفع ان هو يكون ميزوسيليوم. طبعا تشخيص الليمفوما في الميزنتري سهل جدا by the presence of bulky mesenteric lymph nodes، و دي ساين مشهورة جدا في الكتب اسمها ساندويتش ساين، انك انت تلاقي the mesenteric vessels are sandwiched between the enlarged lymph nodes. And هنا you see the aorta عايم في وسط ال lymph nodes, in mesenteric lymph nodes, inguinal lymph nodes. And this is the classic sandwich sign. يمكن وريتها لكم امبارح في العيان عنده رينال ليمفوما وعنده ميزنتريك لينف نودز والفيسلز ما بين البالكي لينف نودز على بعضهم.
الكاسلمان ديزيز اللي هو ذا هايبر بلاستيك ليمف نودز، واحد من الحاجات المشهوره اللي دايما تتلخبط في الليمفوم. لكن اسهل علامه للكاسلمان ديزيز هو الانهانسمنت اوف ذا ليمف نودز، لان الليمف نودز وات ايفر الديزيز اللي كان فيها ما بتعملش سيجنيفيكانت انهانسمنت. لكن هنا ذا سترايكنج كونتراست انهانسمنت اوف ذا افكتد ليمف نودز هو اللي بيخليك تحس ان ذيس از هايبر بلاستيك نودز and you may reach the diagnosis of Castleman disease. ده العيان ده كان عنده Castleman disease ولكن is complicated by the development of non-Hodgkin lymphoma، عشان كده you don't see significant enhancement في ال lymph nodes اللي احنا شايفينها. العيان ده هو بيجي لنا في بعض الأحيان بعض الصور من بعض الدول التانية علشان أقول رأيي فيها. This is one of the cases اللي أنا جات لي ريسنتلي وحطيتها لكم عشان تشوفوها. This was a case of leukemia with intraperitoneal and retroperitoneal masses زي ما احنا شايفين، as well as a spinal and pleural metastatic deposits lesions related to the lesser curve of the stomach اللي هي in the region of the lesser omentum. And you see masses in the lesser sac posterior to the stomach, masses in the retroperitoneum. All these are leukemic deposits. Peritoneal metastasis من أشهر الحاجات على الإطلاق. The most common malignant lesion of the peritoneum هو the metastasis. والميتاستاسيس طبعا زي ما انتم عارفين بتيجي من كل حدب وصوب، لكن أشهر الحاجات اللي بتعمل peritoneal deposits هي the ovarian and the colonic lesions. هم دولت من الحاجات المشهورين. And this is an example of an ovarian solid mass with ascites and the omental deposits. This is the site of the omentum زي ما احنا اتفقنا posterior to the anterior abdominal wall. والكون ان الاومنتم is infiltrated by this mass بتعرف بيسموها omental cake يعني. And then this is highly suggestive of metastasis. في بعض الاحيان you can see omental cake and you don't see the tumor. واحنا اتفقنا ان مثلا حاجات زي الميزوسيليوما ممكن تعمل اومنتال كيك، والتي بي بيريتونايتس ممكن يعمل اومنتال كيك، وعشان كده it is easy وفي بعض الاحيان بنعمل كده دايما to have a biopsy from this omental cake to know the exact nature، هل هي inflammatory ولا جايه metastasis من حته من الاماكن المعروفه. And the omental and the peritoneal metastasis هم زي ما احنا اتفقنا من الحاجات المشهورة جدا. و طبعا انتوا عارفين بعد المالتي ديتكتور سي تي ما طلع ما بقاش حد بيسقي على اي حد صبغه، يعني الجاستروجرافين والكلام دوت عندنا احنا ما اعرفش يعني عندكم ايه الاخبار، لكن ما بقيناش نسقي المرضى صبغه خالص. بعض الناس بتسقي ميه وكده، لكن في الوضع ده بالذات اللي هو you are suspecting peritoneal metastasis او it is better انك انت you give the patient gastrography علشان تقدر to discriminate between the diseased bowel and the normal bowel. وفي بعض الاحيان you can also suspect this mass of bowel origin لمجرد انك انت شايف ان في bowel loop running inside the mass، فبتعرف على طول ان this mass is of bowel origin. فلو احنا بنتعامل مع ليفر او كدني او حاجه ممكن تسقي العيان ميه. لو احنا بنتعامل مع موضوع البريتونيوم دوت مهم جدا ان احنا نسقي العيان جاستروجرافي. من الحاجات اللي هي لما ابتديت اقرا في الموضوع دوت كويس لفت انتباهي هذه النقطه او هذا الابيرنس، انك انت تلاقي نودولار انهانسمنت along the surface of the liver. And this is highly suggestive of metastatic disease إذا كان العيان عنده primary malignancy. أنا recently كان في حد وعنده cancer colon وبيعمل follow up regular كل حاجة مظبوطة فيه. And the recent follow up ورى كده إن مش ما كانش بهذه ال intensity، ولكن كان في nodules enhancing خفيف قوي على the surface of the liver. And this was the only finding. ان مفيش اسايتس، مفيش اي حاجه في البريتونيوم، مفيش اي حاجه في الميزنتري، then you should suspect ان these are peritoneal metastasis. لكن العيان ده معروف ان هو عنده سيستم انوما في الاوفريز بايلاترال وفي اسايتس، وده احد الحاجات المشجعه على تشخيص الميتاستاسيس، وفي نفس الوقت من احد الحاجات اللي بتخلينا نعرف نشخص الميتاستاسيس.
لان يصير مجرد انك انت يصير this pattern of enhancement, this is very important انك انت to suspect the possibility of metastasis. طبعا اللي هي the classic omental cake اللي هي بقى الكيك الحقيقية اللي هي soft tissue, very thick sheet of soft tissue density posterior to the anterior abdominal wall, extensive amount of ascites, and you can see the site of the primary malignancy, then it is easy for you to suspect the lesions as how to diagnose the lesions as metastatic deposits. And here you can see a very big omental cake or peritoneal metastasis acid, and you see thickening of the peritoneum, nodular enhancement, and also focal hepatic lesions diagnostic of metastatic deposits. العيان ده برضو من الحاجات الجديدة قوي اللي كانت مبعوتة لي برضو. And you see هنا mass in the region of the gallbladder. The gallbladder stone وباين في السكة, and there is a mass infiltrating the gallbladder fossa and infiltrating the adjacent liver parenchyma associated with peritoneal deposits. And they see this peritoneal deposits, the presence of ascites. All these are suspecting the metastatic lesions. وهنا هو you can see extra peritoneal metastasis اللي هم outside the peritoneal cavity. You can see sheets around the liver, وديت برضو لازم تخلي بالك منها قوي, مهمة جدا. العيان ده طبعا مش محقون سابقا, عشان كده you don't see the enhancement of these lesions. ده العيان اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كان عنده ambulatory carcinoma اللي هي this mass, and you see the common pancreatic duct is slightly dilated, and you see the extensive amount of ascites as well as the peritoneal or omental deposits. And can you see this finding? Also, you look to the spleen, you can see focal lesions, and in the tail of the pancreas, you can also see focal lesions. Then this is a case which is pathologically proved to represent peritoneal non-Hodgkin lymphoma. And lymphoma طبعا واحدة من الحاجات اللي بتأفكت الليمف نودز والبريتونيوم. And you can see multiple بقى encysted ascites in between the peritoneal lesions. Pseudomyxoma peritonei, وده واحد من الليجنز اللي هي مش لازم تكون malignant, عشان بس نبقى متفقين ان pseudomyxoma peritonei مش معناها ان في malignant fluid in the peritoneal cavity, ولكن معناها ان في perforation of واحدة من الميوسين producing organs زي مثلا الابندكس او الاوفري او البنكرياس او الاستومك. بالإضافة البرفوريشن ده ممكن يكون benign perforation, ممكن يكون malignant perforation. ده بيخلي large amount of mucin containing fluids are present in the abdominal cavity, اللي بيخليك تفرق ما بين ال pseudomyxoma peritonei وما بين الأسايتس العادي هو الإمبريشنز اللي على الليفر سيرفس. السودوميكسوما بريتونياي بتعمل اندنتيشنز على السيرفس اوف ذا ليفر, وممكن تعمل اندنتيشنز على سيرفس اوف ذا ستومك وخلافه, وده اللي بيخليك تعرف ان ده ميوسين ما هواش اسايتس عادي. And this is an example of a pseudomyxoma peritonei fluid filling the abdominal cavity, and you can see some indentations on the surface of the liver. A scalloping of the visceral surface, especially in the liver, is diagnostic and distinguish mucinous from serous ascites. Sometimes you may see calcification in the mucinous system and the pseudomyxoma peritonei. And this is the filling of the peritoneal cavity by mucin material from metastatic cystadenoma of the appendix or ovary. And the morbidity is very high of these lesions. And this is an example, زي ما انتم شايفين. واحد تاني, and this impressions on the surface of the liver and the spleen are highly suggestive of this process. خلاص تخيل خلاص. يلا بقى انطلق. لا شيء. نعم عليك السلام. ها ديفيرتيكولايتس
اوكي ده فيرتيكولوزس ولا ده فيرتيكولايتس؟ هم يقولون الدكتور بعد ما فيش بيسموها دايفرتيكولار ديسيز. اوكي ماشي، بس انفليمد ولا لا ولا مش ده؟ اوكي this is inflamed علشان ال fat planes are dirty and you see some fluid هنا اهوت، وجايز يكون في abscess formation and these are the diverticuli. This is diverticular disease with some varicolic abscess formation. What do you think؟ ما شاء الله. Appendicitis appendix is markedly dilated and you see the appendicolis. What do you think؟ ما فيش هيماتوكريت هنا اهو. نعم آه. مين؟ طب ايه اللي انت شايفه؟ لا مفيش ليفر هنا. في فلويد جوه البريتونيال كافيتي صح؟ وده سهم بيشاور على الانتستين اللي هي عايمه جوه الفلويد، وان الفلويد ده هو شكله مش ميه عاديه صح كده؟ يعني هو هي مالو؟ طيب هو هي دي سودو مكسوما بريتونياي، بس كان لازم يبقى يكون في حاجة يعني the clue for the diagnosis علشان تقدر تعرفه. لازم الليفر يبقى موجود علشان تلاقي الامبريشنز اللي عليه وكده. شكله كده الميزنتريك بانيكيلايتس دوت ماشي؟ طيب اوكي. أول ما تعرفها هتشخصها، ما عندي مش مشكلة. ها؟ appendicitis and the appendix is distended. ما فيش في appendicolis لكن this is appendicitis. Okay. ايوه هي دي اللي جايه مره كملت الصور بتاعتها. This is the gallbladder stone, gallbladder mass and mesenteric metastasis. Okay. And metastasis along the liver, thickening of the peritoneum. عيانه عندها 13 سنه وعندها neurofibromatosis and abdominal pain. امال ايه فايدة النيورو فايبروماتوزس؟ ينفع يكون في البريتونيوم نيورو فايبروما؟ ينفع طبعا، مش في نيرفز موجودة، ينفع يكون في نيورو فايبروما and this is a flex form نيورو فايبروماتوزس. طيب what do you think about that؟ normal abdomen؟ في ايه في الرايت سايد؟ ده قصدك ده؟ ده ايه دوت؟ لا نومو بريتونيوم ايه اللي هيخليه كده؟ لازم يطلع فوق. الليفت سايد ماله؟ فين دايفرتيكولوزس؟ ده ديسندنج كولون، دولت جوه مش بره. اي انا شايف ان دي حاجه سهله جدا ولا ايه؟ الابندسايتس لازم تكون فيها ابندكس ولازم تكون مليانه ميه ولازم يكون فيها ابندكولس. لا ديت نورمال ابندكس. This is the appendix which is normal which is filled by air. Okay, the appendix is normally filled with air. This is the normal appearance of the appendix.
Okay, what do you think about that? كويس ماشي سودوموكسوما بريتونيوم اوكي اللي في الليفر the indentation of the visceral surface of the liver this is characteristic of سودوموكسوما بريتونيوم ده قصدك كل ده fluid accumulation in the fissures اوكي الفيشر شكله فاضي فين دوت ده ليجمنت انتيريس ده ليجمنت نفسه اوكي انترا برينكيمال انا مش متاكد ان هي انترا برينكيمال انا اي ثينك ان ده امبريش why not in this is impression on the hepatic surface يعني تفعص الليفر من بره مش جواه بس المهم انا هقول لكم ديت مجيلي النتيجه بس بتاعت انها فتحت او الا انها تكون ماتت والعياذ بالله دي واحده ست عندها 56 سنه وعندها اوفيريان كانسر فين متاستاسيس فين فين الميزنتري هنا اهو بص شايف الكرة دي فين دي المتاستاسيس دي فين ودول طب انت شايف السواد اللي في النص دي ايه دي الميزنتري ايه اللي جابه هنا لا هي متاسس طبعا بما ان في اوفريان كانسر يبقى دي متاسس بس ايه الفات اللي ماشي كده ده طلع ايه ده الليفر يا جماعه ده الليفر اللي هو اللي انت شايفه اسود قوي ده فاتي ليفر خلاص وده ميتاستاسيس على السيرفيس اوف ذا ليفر وهنا باين اهو ذس از ذا ليفر اهو كل ده ودي ميتاستاسيس جوه الليفر وعلى السيرفيس اوف ذا ليفر ده الليفر اوكي طيب What do you think about that? Manu? Liposarcoma. Liposarcoma. Very good. What do you think about that? عيان عنده اهو الحل اهو large outpouching that extends from the ileal wall with moderate wall thickening and the stranding of the berry of the surrounding fat. انه واحد فيهم؟ ايوه انا عارف بس ده طالع من الاليا اللوب يبقى اسمه ايه؟ ميكلز يعني هيكون مين؟ هو ده الميكلز دايفرتيكل طيب يبقى ده ميكلز دايفرتيكيولايتس اوكي طيب قصدي الدكتور هذا ممكن ترجعنا نرجعها تاني انا عملت لك الوصف انا اهو قلت لك اهو لارج اوت باوتشنج اكستندنج فروم ذا ايليال وول يعني في حاجه طالعه من الايليال وول يبقى حذر فذر يكون ايه هيكون بيكل طيب اوكي ماذا ترى اوكي في سيكنينج باول لوبس وفي ايه تاني وفي فلويد وفلويد دوت انسيستد صح
يعني في شوية مية هنا وفي شوية مية هنا وفيهم هوا، يبقى ايه بقى؟ اه بريتونايتس وفيها انترا بريتونيال ابسيسيس. لكن انا ما اعرفش فين الدايفرتيكولم بصراحة اللي موجود هنا، لكن دولت انترا بريتونيال ابسيسيس، ده وده وده. اوكي ماذا ترى؟ مزنتريك ايه؟ في كالسيوم؟ لا. ها ما فيش ميزنترايتس هنا، التانية حاجة كده ومكلبشة في بعضها، ده سيست وفي كالسيوم، يبقى ايه؟ بس كده. And this is peritoneal echinococcosis. What do you think about that? Infangioma. طب ايه رأيك كده؟ يبقى الليمفانجيوما ولا ميزس اليوما؟ ما طلعتش ميزس اليوما، طلعت ليمفوم. And this was histologically proved that this is a pleural and the peritoneal lymphoma. لو انت قلت ميزس اليوما انا كنت هعمل كده، انا كنت هقول ان دي ميزس اليوما وان هي extended into the peritoneum. وديت احسن واحده لتشخيص البريتونيال ميزوس اليوم، ان يكون ليها كومبوننت ان ذا تشيست ويكون نزلت تحت في الابدومين، فده بيسهل قوي التشخيص. الايه؟ الليمف نود فين؟ لا لا مش شرط، لا لا بريتونيال ليمفوما والميز والبلورال ليمفوما مش لازم يكون معاها ليمف نود. ايه ده؟ خلاص كلكم بقيتوا محترفين في البانيكيولايتس، ممتاز. عرفت ان هي سهله وهتشوفها كتير، انا قلت لك لما تشوفها بس تبقى تفتكر ميزنتريك بانيكيولايتس. اوكي ميزنتريك سيست ويز هيموريج انسايد. ايوه ما شاء الله، انا قلت لك لما يكون في بلوبوزس سواء اتشالت او ما اتشالتش تعرف ان ده ديزمويد ايه، ديزمويد تيومر او اجريسيف فايبروماتوز. كويس. لا 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 شديد اهو. طيب فولفلس اوف ذا باول عشان الورد ساين، ممتاز. طيب يعني انت لما تبص على حاجه كده تقول ده انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك؟ حلو قوي ده، ويكون ايه بقى نيوبلاستيك ده؟ متاستس. ما هي اشهر حاجه في البريتونيوم ان هي تكون متاستس، لكن ده طلع نون هوسكين ليمفوما. يعني الليمفوما والميتاستاس من بس طبعا لو انت هتختار تختار الميتاستاس، انا باي فار از ماتش مور كومن. لما تبص هنا تلاقي دوت ميل، فتبقى انت عارف ان غالبا المصدر بتاع الميتاستاس مش موجود، لان الفيميلز هم اللي عندهم الاوفرز والكلام ده. حاضر يا باشا. هذا الدكتور هاي الكلام الناس اللي الصوره فين؟ ده؟ ايوه بريتونيوم اومنتوم. It's not liver. ايوه انت قلت ايه؟ بانيكيولايتس؟ ممتاز. This is mesenteric بانيكيولايتس. فين اللي مال روتيتد؟ نان روتيشن ده كله نوع على الشمال ما فيهوش اي مشاكل. يو
need more help. الصورة اللي بعدها. يب. خلاص. اتحرقت. بص العيان ده عنده سلكة هنا يعني عامل عملية. خلاص وعنده كورة هنا مليانة هواء كده اهوت وبتاع في السي تي ادي المكان السلكة اللي هي initiated foreign body granuloma والهواء اللي هو اللي حواليها and this is the mist towel. ايه اللي انت شايفه؟ سيبت وفي سيبتيشن سيست وفي سيبتيشن انفانجيوما. This is the انفانجيوما of the visitor. مالهاش ديفرنشال دي انا باول لوب وحواليه هم بريشه كبيره كده اهوت اوف سوفت تيشو مال اند ذس از ليمفوما ليمفوما اوف ذا باول اند مي بي فوكال ليباتيك ليجنز اند اولسو فوكال سبلينيك ليجنز هذا وبالله التوفيق. والله اي